الالاف من شبابنا قاعد يهاجر بطريقه غير شرعيه، نسبه كبيره منهم تموت في البحر، نسبه كبيره منهم يتشردوا في الخارج ويدخلوا لدومينات غريبه منها مخدرات وغير. شنو اللي قاعد يصير في شبابنا؟ يا خويا الشباب هذيا شوفوا له حل، تصرفوا خاطر الحاكم بطبيعتك تشوفي له انا كبس عليه الشعب الكل، سايبوا خويا سايب الشعب يعيش وذيك هي سيبونا ولا بالرسمي ولا شوفونا موضوع اخر، شوف خلي سيبونا اخوي خلينا نعيش، سيبوا الدنيا الكل خليها تحل والدنيا ترجع كيما كانت، تيمشي كل شيء مريقل خويا البيت، فهمتني؟ والشعب اللي يهزر خليه يهزر. علاش كثرت هي الفقر اصاحبي وكيفاش الشعب الكل في الخاوي بطال، كيفاش تحب ما يهزرش؟ اوكي يخدم يخدم امرما يخدم الدنيا الكل ويمشي خويا يهزر على روحه. بيا سامحني انا كان جيت خويا في بلادي لاقي معناتها كل شيء، علاش خم باش نقلب البر؟ علاش خم فهمني انت؟ بطبيعه خويا مادام مش موفرين برشا حاجات الواحد يخم في القلب. خمم في الهجره انت؟ خمم في الهجره صح. يعني يجيني خيط تاعو نقلب. يعني بالرغم يعني بطال. على اش عندك تعمل؟ بطال. تشوف انت بطال تعطيك فما خدمت توا. ما حتى شيء خويا الغالي. سامحني انت تو وقت اللي باش تهجر خاصة بطريقة غير شرعية بطريقة سرية ماكش باش تعرض روحك للخطر؟ ما حتى شيء يجي من غير ريسك صاحبي، ما دامك تحب تنجح في حياتك تحب تضمن مستقبلك بطبيعة لازمك تريسكي وتعمل كل شيء. باش تغير حياتك وقت اللي تهجر؟ بطبيعة ما تغيرتش، المهم عملت فازة في حياتي انا يعني. فهمتني المهم ما نبقاش لهنا. يا خويا خنا عنده ديديكاس لعب خويا سيف من ناظور زغوين حرق 4 مرات ورجع ورجعوه هاكا مازال يعاود خويا البيان، فماش مهم فماش مستحيل في الدنيا. خويا سيف اعلى سيف والله يغزلي. شفت تونس؟ تونس كانت محليها راي وكنا نجمو نعيش، وكنت انا ب 5000 فرنك قبل نخرج باش نقضي 5000 نعمل بها كل شيء، نعمل قهوه نتكيف نركب نقضي وزيد يفضل لي منها. انا تويكا 20000 باش تصب كارت باش ياخذ دخان باش تعمل قهوه باش تتنقل، اي الدنيا غليت. وقبل كانت ما فماش مثال كيما تعطيك الكارت، ما كانش ضروريات قبل، كانت العبد معناتها مره في الشهر باش يصب كارت ولا ما نعرفش انا. فما حاجات تبدلت، واحنا تونس الدنيا غليت برشا 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 برشا. انا واحد من الناس نخرج ما نكذبش عليك انه نقعد نخسر الفلوس وين مشيت، ساعات مانيش عارف انا تبدا عندي 100000 باش تخرج 100000 هذيك باش تقسمها باش تقضي بها مثال باش تاخذ لبسه باش تاخذ حاجه باش تفضل منها. قسما بالله 100000 ما تعمل شيء تو في تونس والله. وخدمت وخدمت خدمت في بنزرت، خدمت في تونس، خدمت في البلايص الكل وهي بيتها. يعني شيء هذا يشجعك على الهجره؟ يشجعني على الهجره. انا واحد من الناس قسما بالله كان نلقى ماشيه باش نخرج تويكا والله نخرج ما يهمني. تعرف روحك باش تتعرض يعني للخطر؟ انا ما تعرضت للخطر، انا تويكا انا تويك مانيش محمي ندور. انا تعرف اللي المئات من توانسه يعني مفقودين والمئات يعني كليهم الحوت. احنا بطبيعتنا مفقودين في تونس مانيش موجودين يعني رغم علينا احنا شكون لاهي بينا شكون يخمم فينا، كل واحد يخمم في روح. شنو تعمل كي تهاجر؟ شنو تحب انت؟ تمشي غادي كمانيش عارف انا شنو. انا ما نعرفش شنو فما بالضبط غاديك. انا خويا شفت صحابي، انا برشا صحابي مشاو خرجوا لاوروبا، فما اللي خرج حارق فما اللي خرج بوراق ومور ومريقله. خويا جاو لهنا هيك خويا تبارك الله اللي معناتها لبستهم وهندهم حتى من القشره نتاعو تتبدل، يخرج لبرا ويجي قشرته تتبدل يولي هكا يعني. احنا هنا في تونس خويا انا نحرق نلقى حرقه اكشف فيا نلقى حرقه ونعرف روحي باش نموت في البحر قسما بالله نحرق. حتى تعرف روحك باش نموت. انا غزلي انا ديفورسي معناتها انا عرست مش صغير برشا. خويا باش نحكي لك انا عرست خويا كنت حاسيلو معايا شكون معناتها انا وياه 6 سنين مع بعض كنا قبل نعيش ونجم ونعيش مع بعض. عرسنا خويا باش نحكي لك انا التو اللي طلقتها التو نحبها راه التو نموت عليها باش نقول لك الله غالب ظروف هاك تشوفي. انا تويكا نخدم واللي نخدم معاه مسكنني معناتها عامل لي بيت باش انا نسكن فيه فهمتني وراضي. انا تويكا نخرج باش نعمل دوره هكا باش نتفرهد ولا منعرفش. اما والله قسما بالله حتى واحد محاسب واحد بلي فيه صدق تحكي بحرقه والله والله مش باش نبكي برك
والله تظلمت برشا والله. انا قلبي معبي تو هيك، قلبي معبي قداش معناتها قلبي معبي. برشا عباد ظلموني سوا من دارنا سوا. اول حاجه مصروف كثر علينا ما خلطناش، هي تخدم وانا نخدم راهو، وساكن فوق دارنا ما خلطناش. انا مرتي ما خلطتش باش نوفر لها حاجات هي تحبهم، معناتها هي زواليه في مخها وحاجات بساط باش تلبس كيما العباد باش تخرج. نعش انا نخرج نشوف عباد كيفاش تدور، كيفاش تدور مع بعضها ومحليها وحاطه الحطه ونقول صح عليهم ما غلطتش. انا تشوف شفت اللبسه هذه، اللبسه هذه شهر كامل نخدم شريت لبسه كي لبست اول لبسه هذه شريتها بعد العرس بعد ما طلقت. انا ديجا عندي عام ونص مني طلقت، ومرتي نحبها وهي تحبني. بالحق ظلمنا، مشينا في العفس 6 سنين انا وياها، ضحينا بالمر بالحلوب ضحينا بكل شيء. في الاخر انا ما صورت شيء من تونس، تقول لي تحرق نحرق، انا نحرق من تونس. انا تونس كرهت، انا ما عادش نحب نقعد فيها. انا تو كنت تقول لي تو فما شكون باش يخرج برا، انا خرجت تو نمشي نجري زاد. حبيت نعمل دار، نعمل صغار في تونس ما خلطتش، نخدم ما خلطتش، باش تقعد بطال باش تقول لهم يعطيني مصروفي ما نجمش. انا راضي قسما بالله، فما 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 كعبات يمكن كان يراوني يعرفوني انا معناتها شنو نخدم. نخدم شوفير، معناتها جيس شوفير. اما انا في الاصل تاكسيست، معناتها في الاصل تاكسيست وعندي ورق تاكسي وعندي بريمي دي بلاس وعندي كل شيء. ما تلقى في التاكسي اول حاجه معرض تخرج باش تخدم ماكش محمي، معرض للبركاجات. تجيك مراه تطلع، انا تبلت عليا مراه تتبل، تطلع معاك مراه تتبلع عليك يعملوا لك محضر ولا يحطوك في الحبس. انا وليت نخدم في التاكسي، وليت نطلع باش نسوق التاكسي نبدا خايف باش يطلع معايا، نبدا نعمل هكا خايف يعمل جيست. التاكسيست ديما ظالم، كرهتها كرهوني فيها خدمه التاكسي. جيت لهنا خويا قسما بالله نخدم ونبات، يعني مربي كيفاش نبات، نخرج في النهار هكا ندور شويه. بالحق كرهتها تونس ومشيت في العفس. انت واحد من الناس راضي على وضعيه البلاد؟ راضي عليها انت وضعيه البلاد؟ الوضع يخليك تخمم في الهجره؟ الوضع اللي يخليك تخمم في الهجره انك تقرا ما توصل لشيء، تعمل صنعه ما توصل لشيء. انا كل شيء حكايه فارغه، كل شيء تدمير الشباب، تدمير الشباب. معناك 80% من الشباب التونسي يحبوا الهجره، 80% وراو فيهم. معناه يقول لك انا نلقى معناه انا حدود في البلاد ولا نلقى حدود في تونس راني نقعد. اما ما فهميش ما فهميش كل شيء فهميش. هي طب وقعدت هيش، هاي طب وقرا والكل حاجه ونورمال ينجم يخدم في تونس. اما لا هو يخير البلد ويقول لك نمشي نخدم البلد وما يخدمش في تونس. راو مش هذايا معناه، انا كي نحكي لك هكا ما نقولكش راهو الشعب التونسي ولا احنا كشباب راهو نكروه البلاد ولا حاجه، اما البلاد مش معطيه حق للشباب. اليوم في رايك يعني شبابنا قاعد يبادر، قاعد يعني يحاول ويسعى باش يخدم، ولا يحب اللقمه البارده وغيرها كما يقولوا برشا؟ يحاولوا يسعى والله، يحاولوا يسعى كلها اللي يحاولوا يسعوا. فما اللي يقول لك هي بس صحيح يحبك ليه، يقول لك من اللي هو صغير يقول لك ورو هجرة ورو. وفما اللي يحاولوا هكا هو البلاد ما تعطيش حق ويهاج. تونس لا إله إلا الله، لأن وقت الهجرة ولا وانتهى توا ما عادش. هما توا هما خذوا الهجرة من بعد الاستقلال، احنا ديجا فهمتني اللي هاجروا كلها باسم ديوان العمل التونسي من ديوان التكوين المهني والتصغير، كان يخدمهم 6 شهور استاج ومن بعد يبعثهم لفرنسا، مشاو لليبيا، مشاو لفرنسا، مشاو لبلجيكيا، مشاو لالمانيا، ايطاليا ما كان يخزر لها حتى حد. اليوم ولات ايطاليا مقبره، ما كان حتى واحد يسال عليها ايطاليا، ما يمشوا لهاش جمله. ايطاليا كانت محقوره صدقني بلغتنا احنا، ما كان حتى واحد يمشي للطليان. اليوم ولوا بجوه ربي قبلنا، تنبعث اولادي انا عالفه للحوته. اليوم يا اخي هو باش خذانا ونكلمه سامعني نقول لك انا على خاطر وقت اللي قال البعيده بل شعرك بتونس وشيحوا في فرنسا فهمني في انزال النورماندي في الحرب العالميه. هم فرنسا تستعرف بالتوانسه، تستعرف بالنور افريكا معناها اللي منعوها في الجير مونديال. وين مشينا احنا من الهجره حتى اللي وصلنا للحرب العالميه منعناها. من بعد مشيت فرنسا هي وقتها، ما عادش هم فحوله، ما عادش هم ذكوره، تهزوهم من الانات، تهزوهم اراخي، هزوهم فحوله الاراخي نتاعهم باش بناو. والدليل صدقني اعطيني انا ترى الكوب دي موند بتاع فرنسا اللي هزاته فرنسا، هزوه بالفرنسا وين؟ تيمو هزوه بالافارقه سايبونا من الحكايه. 98 ولا 2018؟ والله صدقني لا يظهر لي 98 حاجه كما هكا فهمتني؟ صدقني ما نقول لك انا هزوه بالافارقه. حتى
2018 نسبة كبيرة أفارق يعني. سمعني طبعا نتحدث على الكوب دي موند، نتفكر اللي فيه هكا إيمانويل بيتي حاجة كيما هكا دي جون هذاك اللي عندهم هما فهمتني هذا الكل. لكن لهنا توا نرجعوا لعتيني، توا نرجعوا لهنا دارو لقمان تبقى لهنا، اعطي دونا سيزار سيكا سيزار يا اخي، الدولة تحمل مسؤوليتها بهم يا اخي. انا نبعث فيهم رسول اعطيني بالله البالانسي اللي مشاو منع، اذا كان صدقني يقول لك عاملين نمنعوا بهم يعني نحطوا احنا نبعثوا بهم من المعم تاع علفة بعدين من الحوت يا اولادنا قاعدين يموتوا. واذا كان منع نبعث فيهم شكون يبعث فيهم؟ يبعث فيهم الحاكم اللي خلي الحدود مفتوحه، لان لهنا دور الحرس البحري، لهنا دور الجيش البحريه الوطنيه سيدي للبحريه. قداش بنسقرنا على الجيش يعني بيك ربي صدقني جاي يتوا احنا طالبين الجيش باش يعمل البلاد زاد تو في الوقت هذا فهمتني. لهنا قداش باش نعس الناس زاد كما يقولوا معاش لاخي زاد خدمه، لهنا الدوله زاد تقوم بدورها في التشغيل، تقوم بدورك في التشغيل. انا وقت دخلت معترك الحياه عام 74 الخدمه موجوده، الخدمه موجوده انا عام 74 عمري 17 سنه الخدمه موجوده في اي بقعه فين تحب تمشي تخدم. وزاره الصحه نقولك حتى على اساس ما عندكش مستوى، تي كان البورت يخدم العباد. اليوم اجينا لهنا المكننه والاليات وقضينا على اليد العامله، تي كانت لسنتين كانت تخدم في 5000 خدام، باش نبدا كانت 3 ايام فلسناها. تي جاني صدقني المشكله البطاله لهنا يلزمها حل جذري. ما حتى شيء البطاله راهو تطبق القانون، تطبق القانون تطبيق القانون بحولها تحد من البطاله.